المطرب الكبير نبيل شعيل اتدخل في المعركة اللي قايمة بين المطربة أحلام والمطربة شذا حسون، وقال لشذا أنت بنت موهوبة وليكي مستقبل كبير، وأنصحك بلاش دخول في معارك مع أحلام، خليكي في فنك وانسي الكلام الفارغ والخناق. هيفا وهبي واضح انها داخلة مع غادة عبد الرازق في خناقة جديدة، لانها قالت عن غادة دي ممثلة مخضرمة بقالها 25 سنة بتمثل، انا مش قدها، وانتقادتها ليا انا ومحمد سامي حاجات تافهة، وريت كل واحد يركز في شغله بدل ما يبص لغيره. مش عارفين معركة التصريحات بين غادة وهيفا هتخلص امتى، وربنا يهدي النفوس. المطربة شيرين مترددة السنة دي في المشاركة في برنامج ذا فويس، وقالت للقريبين منها مش عارفة هعمل ايه وهكمل الموسم الرابع ولا لا، كله على حسب مواعيد التصوير تناسبني ولا لا. شيرين كمان قالت انها هترشح نوال الزغبي صديقتها الانتيم عشان تقعد مكانها في البرنامج لو قررت تسيبه، لان نوال شاطرة وخبرة وصاحبتها جدا. الملحن والمطرب اللبناني وسام الامير هاجم النجم اللبناني وائل كفوري بعنف، وقال ان وائل ما اختارش اي موال لبناني في البومه الاخير الغرام المستحيل، ولانه اهم نجم لبناني لازم يفرض اللون اللبناني والموال في البوماته، ومش من حقه يختار البومه بمزاجه ويبعد عن الموال ابدا. بصراحه جمهور وائل ما سكتش وقال له وائل يختار اللي هو عايزه لانه نجم في كل اختياراته. الفنانة دلال عبد العزيز منزعجة جدا من انتشار خبر خطوبة بنتها آمي من الفنان حسن الرداد. دلال قالت معقول يعني بنتي هتتخطب وانا مش هعرف؟ وقالت كمان نفسي اعرف مين اللي مركزين مع حياتنا الشخصية بالشكل ده وحاقدين علينا وبيطلعوا اشاعات طول الوقت، منهم لله ربنا ياخدنا. تفاصيل دنيا حبيبتي وعلاقتها بالاخوان ومشاكلها مع الرقابة هنشوف كل ده بعد شويه.